من صيدا جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. أستاذ محمد مرحبا بك، نستطلع منك أجواء الجنوب باعتبار أن صيدا هي بوابة الجنوب وما يجري في هذه المنطقة. بالفعل يعني بوابة الجنوب صيدا كانت يعني قبل قليل شهدت تحليق للطيران يعني الإسرائيلي، وتم إطلاق بالونات حرارية في سماء عاصمة الجنوب مدينة صيدا. أيضا شهدت منطقة صيدا غارة كبيرة، سلسلة غارات كبيرة على أحد المباني في الطريق بين منطقة يعني بالقرب من منطقة الغازية. أيضا يعني الأصداء التي تأتي من اشتباكات عنيفة تجري بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول عبور الخط الحدودي بين إسرائيل وجنوب لبنان، حيث كما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتصدى حزب الله لهذه العمليات. يعني اليوم كان هناك رقم قياسي من البيانات لحزب الله بإعلان عن عمليات كبيرة من استهدافات بالصواريخ لمرفأ عسكري في حيفا، أيضا استهداف تجمعات عسكرية كبيرة، أكثر من 32 عملية قام بها حزب الله اليوم على يعني الجيش الإسرائيلي. لذلك مدينة صيدا تعيش ترقب وهدوء حذر في ظل الأخبار التي تتداول عن ما يجري في الجنوب في بين يعني اشتباكات عند الحدود، وأيضا من الغارات التي تجري في محيط مدينة صيدا. مثلا قضاء الزهراني ببلدة مغدوشي تعرضت بالأمس لغارة كبيرة، أيضا والغارة بين يعني في الطريق بين النريت والغازية أيضا كان هناك سلسلة غارات، إضافة إلى يعني الطائرات الإسرائيلية تقوم بخرق الأجواء في مدينة صيدا بجدار الصوت مرارا وتكرارا. اليوم شهدت يعني غارتين وهميتين في سماء مدينة صيدا. طيب بالنسبة للأوضاع، أوضاع الاجتماعية في ظل هذا التوتر وهذه الحرب المشنة على لبنان على جنوبه ومناطق أخرى، محمد ما هي حال الناس، طريقة التنقل، مسألة تأمين الاحتياجات وغير ذلك؟ اليوم يعني قمنا بجولة في شوارع مدينة صيدا المكتظة بعدد كبير، لأن مدينة صيدا تعتبر بداية مركز النزوح الأول من الجنوب، والتي تعتبر إلى حد ما أكثر المدن أمنا في جنوب لبنان. هناك أعداد كبيرة بحسب يعني لجنة الطوارئ في بلدية صيدا والتي تعمل مع الحكومة اللبنانية، هناك أكثر من 22 مركز إيواء في تلك المدينة يضم حوالي 7800 نازح من الجنوب، إضافة إلى يعني ما تقوم به يعني بلدية صيدا مع الجمعيات لتأمين المواد الغذائية. بحسب بلدية صيدا هناك نقص في المواد الغذائية وهناك تقصير من الحكومة في تقديم المساعدات، خاصة أن صيدا كان لها حصة من المساعدات التي يعني من المساعدات التي تأتي عبر الجسر الجوي من المملكة العربية السعودية. لذلك كان هناك مناشدات من بلدية صيدا عبر قناة الحدث ب يعني من الحكومة اللبنانية بإعطاء مدينة صيدا يعني الاهتمام الكبير بسبب الحجم الكبير من النازحين داخل تلك المدينة. تعمل يعني بلدية صيدا مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن في مدينة صيدا. يعني بلدية صيدا قامت بجهد كبير لتنظيف أو يعني فتح مجال في الكورنيش البحري في مدينة صيدا وتوزيع النازحين في مراكز الإيواء، وأيضا هناك تجمع للنازحين من التبعية السورية ليتم تأمينهم عبر الأمم المتحدة إلى مناطق أكثر أمنا. شكرا جزيلا لك من صيدا جنوب لبنان الصحفي محمد البابا.